الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت أنا أحب وأفرح إذا سمعت الناس يمدحونني، وهذا شيء لا أظن أحدا ينكره من قلبي. إذا جاك إنسان وقال والله تونا جالسين في المجلس الفلاني وفلان أثنى عليك وقال إنه طالب علم وعالم وعنده كذا، فأنت تفرح. هل هذا الفرح دليل على فساد نيتي؟ الجواب فيه تفصيل. فإن كان فرحك هذا يرجع إلى فرح من نعمة التي أعطاك الله عز وجل إياها، فهو فرح بفضل الله ورحمته. وقد أمرنا الله عز وجل بالفرح بفضله ورحمته، فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعلامة هذا الفرح أن تزداد شكرا لمن امتن عليك بهذه النعمة التي صارت سببا لمدح الناس لك. هذا علامة الفرح. إذا كنت صادق أنك فرحان بفضل الله فإنك تتوجه بكبير الحمد وكثير اللهج بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله أن فتح لك بابا يمدحك الناس به. وأما إذا كان فرحك هذا يرجع إلى الإعجاب بنتيجة علمك أو عملك، أو يرجع إلى إعجاب الناس بك وأنك قد حست من قلوبهم منصبا عاليا يحترمونك به أو يهابونك من أجله، فهذا فرح دليل على ماذا؟ دليل على وجود فساد في القلب يحتاج إلى تعديل. كلنا كذا والله، كلنا ولا أحد يزكي نفسه. هذا هو الذي ينبغي لنا أن ننتبه له. فلا يفرح الإنسان بانتشار صيته وإقبال الناس على مؤلفاته وعلومه إلا إذا تفقد قلبه هل هذا الفرح منصب على أنه فرح بفضل الله ورحمته. وأنت تجاوب، لأن ما في أحد يعرف الجواب إلا أنت. هذا أمر لا يعرف إلا من قبلك. النية أمرها على الخفاء والاختفاء، لا يعلمها إلا الله عز وجل.